معتمد لم يتحمل بقاء الإيمان فدس إليه السم، وكأني به في هذه الليلة يرفع رجلا ويضع أخرى من شدة حرارة السم. أين المنادي وإماماه وسيده؟ الإيمان بأبي وأمي في مثل هذه الليلة قد سرى السم إلى تمام بدني، شمامة الهادي الحسن يجذب الونة فوق الفريش واسمهم خصما مردن، نفسه يجود وذاب قلبه ببحر الهموم، وولاد ابو طالب عليه قلوبها تحوم، هذا يجرونا وهذا الدمع مسجوم، واما الاجانب غدت في رنا وحنا، كهف الارامل واليتامى والمساكين كلها عليه تنوح، ظلت ما لها معين، بعدك يا ابو محمد ترى متيتم الدين، حامي حماه بهالمرض شيال عنه. تسألني عن حال الإمام المهدي بأبي وأمي في هذه الليلة وعلى أعتاب الفجر لما حال وقت الصلاة، قرب الماء إلى إمامكم ليتوضأ بأبي وأمي، فأخذت يداه ترتعشان، توضأ بأبي وأمي، ثم قرب له شيء من الماء مخلوطا مع نبت يقال أنه يخفف من حرارة السم، قال أولا أصلي، صلى إمامكم، ثم قرب له ذلك القدح والإمام الحج بجانبه ينظر إلى أبيه يمسك بذلك القدح ويداه ترتعشان، يمسك ذلك القدح ويسقي أباه. بأبي وأمي الإمام الحسن ضم الإمام الحج إلى صدره، قبله بأبي وأمي، نادى الإمام الحسن يا باقي البقية يا نور عيني تدنى لي يا شفية، يا وارث علوم النبوة والإمامة، انت البقية من العترة والعلامة، وانت البقية من الحمولة والعشيرة، وانت لثارات الأهل يا ابني ذخيرة، انت الذي تأخذ بثارنا، تأخذ بثار جدتك الزهراء مكسورة الضلعين، تأخذ بثأر جدك جدك الحسين، وتأخذ بثأر عمك الحسين، تأخذ بثأر المصطفى وحيدر وزيره، وثأر التي كسرى وضلع حال هاشمية، وتأخذ بالثار المجتبى عمك المسموم، وثار الذي في الغاضر ينذبح مظلوم. بماذا رد بأبي وأمي الإمام الحجة؟ أخذ يبكي لما سمع مصاب جده الحسين، حنوتي زفار
وجذب حسرة المهدي وصاح يا ابويا كلامك فطر جبدي يا ليتني فدوى اروح لحسين جدي ولا اسمع بهاي المصيبة والرزية. عظم الله اجوركم ثم ان امامكم دنا اجله فعرق جبينه سكن انينه مد يديه ورجليه قرأ شيئا من القرآن حتى ختم أطبق فاه وغمض عينيه وفاضت روحه الطاهرة. ألم منادي وإماما ألم منادي وسيدا غمض عيونه ومد ايديه وفاضت الروح وتزلزلت بسمات سامرة من النور وصاحب البيعه من المصيبة القلب مجروح ونات ابوه شعبا قلبه وجرحن بأبي وأمي وكأنه أخذ بتجهيزه وتكفينه. وهناك امرأة تنظر إلى حال ابنها هي الزهراء بأبي وأمي وكأنها تخاطب الإمام المهدي يا بني إن مصيبة أبيك لعظيمة ولكن مصيبة جدك لأعظم وكأنها تجيب لكل من يسألها هالنوح يا زهرة على من هوت نوحين نوحج على المسموم لا نوحج. بارك الله هذه الأصوات هالنوح يا زهرة على من هوت نوحين نوحج على المسموم لا نوحج صدت نادت والدمع بالخد بادي انت سألوني يا خلق كلهم أولادي لكن مصاب حسين صاطي في فادي وعظم علي لين عنا عي على حسين أبكي على أولادي قضى بالسيف والسيف وابكي على أبوهم ذبيح الابن ملجي وإن كان بالله تسألوني ياهو أعظم أعظم علي لين عناعي على حسن دهري رماني بالرزايا بكل خالي شتت أولادي عن يميني وعن شمالي وما شوف ساعة من الحزن مرتاح بالي وعظب علي لو ذكرت مصيبة حسين على حسين وحزني يا الله
ربي نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق لديك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين. فرج عنا يا الله فرجا عاجلا غير آجل كلمح بالبصر أو هو أقرب يا كريم. فك كل أسير لا سيما من دعوناك لأجله ولا سيما أسرى ومعتقلي مجلسنا ومعتقلي المؤمنين والمؤمنات. اللهم فك قيد أسرهم وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين يا رب العالمين. والفاتحة لأرواح موتى الحاضرين والمؤسسين ومن مات على الإيمان تسبقها صلوات.